الجاج المحشي بالبصل والزعتر والسماء وصفة فلاحية تراثية تقليدية، والجاج رح يكون منهنه تنهنه قد ما هو دايب وطعمه عن جد لذيذ وغير ما احنا متعودين. اول اشي للحشوة رح اخذ كيلو من البصل المقطع مربعات، رح احط عليه تقريبا 250 جرام من الزعتر الاخضر الورق الفريش، واحط عليهم ربع كوباية من السماء ومعلقة كبيرة من الملح وزيت زيتون. قلبتهم كتير منيح مع بعض، واخذت هالجاج اللي بتجنن من العز، غسلتها ونظفتها، وبعدين حملها التتبيلة اللي هي عبارة عن ليمون، ملح، بهارات مشكلة، وكركم، فلفل أسود، وأوريغانو، رح أحط عليها سما وزيت زيتون. قلبتهم كتير منيح مع بعض ودهنتهم ودللت فيهم الجاج كتير كويس. أخذت نص الحشوة حشيتها بالجاج وكتروا حشوة، هاي الحشوة رح يطلع طعمها خرافي مع خبز الطابون، ما بتصدقوا قد طعمها لذيذ. بعدين نقلت بقية الحشوة لصينية الخبز وحطيت الجاج ودخلتها على الفرن من غير أي سوائل لمدة ساعة وربع. حمرتها وشوفوا لي هالجاجة.